سميحة أيوب تكشف أسرار عن زواجها من محسن سرحان. قصة حبهم بدت في كواليس أحد الأفلام. أسرتها عارضت هذا الزيجة لكنها أصرت على الزواج منه. تحدثت الفنانة سميحة أيوب خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج باب الخلق عن زواجها من محسن سرحان، وحكت أن قصة حبهم بدت أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية حيث جسدت شخصية شقيقته الصغرى. أكدت سميحة أن عائلتها عارضت هذا الزواج في بداية الأمر، لكنها أصرت على الزواج منه، وفي يوم الزفاف حكت لوالدتها أن محسن سرحان ما كان الزوج المناسب لإلها. اتفاجأت سميحة أن محسن قام بحبسها في غرفة النوم يوم الفرح ومنعها من الذهاب للمعهد، وحكت أنها فسرت هذه التصرفات أنه يشعر بالغيرة عليها بسبب فارق السن، وأكدت أنه كان دائماً بيشعر بالفارق العمري بينهم لكنه ما مثل لها الأمر أي أزمة. زواجها منه كان فترة غياب عن المعهد والدراسة، ووصل الأمر أنه منعها من التواصل مع أهلها وزيارتهم، واستمر زواجها من محسن سرحان لمدة 3 سنوات، ثم طلبت منه الانفصال كهدية في عيد ميلادها. تزوجت سميحة بعد ذلك من محمود مرسي بعد قصة حب كبيرة، وحكت أنه كان إنسان مميز وراقي في تعامله معها، وأكدت أنهم انفصلوا رغم وجود مشاعر حب بينهم، وحكت أنه سبب في ذلك انشغالها في العمل بشكل مضاعف. ورغم أنها كانت تبذل مجهود كبير بعد انتهاء العمل في منزلها، لكنها كانت تشعر بالتقصير. الزيجة الثالثة كانت من سعد الدين وهبة، وحكت أنه علاقتهم كانت قائمة على الصداقة والاحترام، وهو الأمر اللي جعل زواجهم بينجح ويستمر. فأكدت سميحة أنه بعد فترة بتهدى ثورة الحب والجنون، ويبقى الاحترام والود والهدوء، وفي غياب هذه الضروريات بيكون من الصعب استكمال الحياة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.